نبتدي بالاهرام، والاهرام اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده وقالت ان رئيس الاهلي الكابتن محمود الخطيب بيحسم ثلاث ملفات مهمه. ابرز الملفات دي ملف تجديد احمد فتحي، كمان موضوع رمضان صبحي ملف من ضمن الملفات طبقا للكاتبين والاهرام يعني، كمان تجديد عقد فايلر. يعني دي الملفات اللي هم بيتكلموا فيها، لكن خلينا ناخدها ملف ملف. فيما يتعلق بحسام عاشور وان في جلسه مع عاشور لاحتواء نفسيا، هو في جلسه يعني حصلت ما بين الكابتن محمود الخطيب وحسام عاشور لاعب النادي الاهلي، واللي بنسبه كبيره جدا جدا تم الاستقرار، وقرار طبعا يرجع لحسام عاشور، تم الاستقرار على اعتزال اللاعب وان هو يوافق على العروض اللي اقترحها عليه مسؤول النادي الاهلي في الجلسه اللي كانت ما بينهم يوم الجمعه اللي فاتت يعني. فمستنيين ان حسام مثلا يطلع يتكلم او يعلن بنفسه عن المستجدات، لكن طبقا للكواليس يعني ده اللي ممكن يكون حصل لحد دلوقتي. لكن بصراحه انا عايز اتكلم معاكم دايما بجزئيه مهمه جدا، وهو فيما يتعلق بارتباط جمهور النادي الاهلي بحسام عاشور. والبعض يقول لك لا، ما كانش المفروض الاهلي يعمل كده مع حسام عاشور، كان المفروض يقعد سنه كمان، كلام من ده. لكن في امثله كتير جدا حصلت في تاريخ النادي الاهلي، امثله ليها علاقه باللي حصل مثلا وقرار المدير الفني بعدم الحاجه لحسام عاشور. لو تفتكروا كده نرجع ورا شويه مع مستر مانويل جوزيه، كان عندنا بعض اللاعبين اللي كان مرتبط بيهم جمهور الاهلي في التوقيت ده، واللي كان شايف جمهور الاهلي وكان شايف المسؤولين في النادي الاهلي ان هم مهم ان هم يكملوا. مثلا ابرز اللاعبين دول مثلا حسين ياسر محمدي. تفتكروا حسين ياسر محمدي لما كان في الاهلي وقبل ما يروح الزمالك وكده، كان لعيب جيد والجمهور كان بيحب حسين ياسر لان هو اصلا لعيب مهاري وشفنا امكانياته وعارفين امكانياته كويس جدا. لكن القرار النهائي كان لمين؟ لمستر مانويل جوزيه اللي هو المدير الفني. انا بس عايز اثبت لكم ان سيستم النادي الاهلي هو طول عمره ماشي كده، دايما بتركن العواطف على جنب، بتركن تمنياتك ورغباتك على جنب، في الاخر بتنفذ اللي عايزه المدير الفني لان انت بتحاسبه بعد كده. فمثل حسين ياسر محمدي، قلنا الحركة وصمم مستر مانويل جوزيه قال انا مش محتاج الراجل خلاص مش موجود. عندك كمان احمد حسن، احمد حسن لغايه اخر مباراه بيلعب، وانا فاكر كويس جدا جاب جون كان حلو قوي في الانتاج الحربي على ما اتذكر، والجمهور قعد ينادي وان لازم في المدرجات ساعتها لازم احمد حسن يقعد في الاهلي لازم مش عارف ايه، وبعض المسؤولين في النادي كانوا شايفين ان احمد حسن لعيب مهم وكويس، لكن قرار مستر مانويل جوزيه ساعتها ان احمد حسن لا انا مش محتاجه مش عايزه خلاص شكرا، اتنفذ قرار المدير الفني. عندك كمان مثلا اسلام الشاطر، اسلام الشاطر واحد من اللعيبه اللي لما جه النادي الاهلي كلنا اتفاجئنا وانبسطنا وفرحنا جدا لانه كان افضل ظهير ايمن في مصر في التوقيت ده، وكانت صفقه مفاجاه بالنسبه لنا كلنا. قعد 3 4 سنين اعتقد 4 سنين مع النادي الاهلي، واتفاجئنا في اخر الموسم الرابع ليه مع الفريق مستر مانويل جوزيه بيقول لك انا مش عارف اسلام الشاطر، رغم ان اسلام الشاطر كان ايه ساعتها اجمد لعيب في المركز ده، ما حدش يقدر يختلف على كده. ناس كتير استغربت ازاي جوزيه مش عايز اسلام الشاطر، ناس من المسؤولين في النادي الاهلي استغربوا الراجل مش محتاجه، طيب هننفذ للمدير الفني اللي هو عايزه. ده نفس اللي حصل مع حسام عاشور. ممكن تكون رغباتنا كلنا بتتكلم ان حسام عاشور احنا بنحبه جدا مرتبطين بيه جدا، دي حقيقه، ولعيب ادى كتير للنادي الاهلي، ما لعبش بتيشيرت تاني غير النادي الاهلي من قطاع الناشئين لحد اخر ماتش ليه، فكان نفسنا ان هو يكمل مثلا. لكن في نفس الوقت رغبتك دي بتصطدم برغبه المدير الفني، لكن مين اللي هيتنفذ قراره؟ هو المدير الفني. ده سيستم النادي الاهلي. فدي بعض الامثله اللي كان لازم نفكر حضراتكم بيها، وحاجات بتبقى مهمه بتدل على ان سيستم النادي الاهلي ما بيتغيرش، ان انت دايما بتدي الراجل صلاحياته وتقيم قراراته مع نهايه كل موسم وبطولاته ومسيرته مع النادي، وبعد كده بتاخد قرارك. ما ينفعش ان انت تفرض عليه حاجه عشان ترجع ايه تحاسبه، هتحاسبه ازاي؟ انت فرضت عليه شيء ما يعني. فده اسلوب النادي الاهلي دايما. فيما يتعلق كمان بخبر الاهرام وطلب مد اعاره رمضان صبحي، لو هم هنا قصدهم ان مد الاعاره يعني زي موضوع مثلا كنا بنتكلم عليه في الانترو بتاع ايجالو مانشستر يونايتد، ان انت تمد الاعاره شهر او اتنين عشان توقف المسابقه والكلام من ده والنشاط، فده ممكن يكون منطقي وهيبقى بديهي وامر استثنائي، واعتقد الفيفا نفسها هي هتقر الجزئيه دي. لكن هم لو في الخبر ده بيتكلموا على ان الاهلي طالب او بيطالب بتجديد الاعاره تبقى سنه كمان ولا حاجه، لا فده مش اتجاه النادي الاهلي. اتجاه النادي الاهلي هو شراء اللاعب، ده امر مؤكد، الاهلي عايز يشتري رمضان صبحي، وارد المفاوضات تنجح وارد ان هي ما تنجحش،
لكن ده ملف كل يوم بنتكلم فيه لان ده امر بيبقى مهم الجديد فيه لازم نقوله لحضرتك. ولكن الفتره الحاليه عشان ابقى صريح يعني الفتره الحاليه ما فيهاش مش هيحصل فيها تطورات كتيره يعني بسبب كورونا يعني، والعالم كله بيمر بالازمه.